الله الرحمن الرحيم. هذا نشا، هذا بس نشا مع رز. أي نشا أنتوا عندكم مع رز الكورنستاش ذا مال أي نوع نشا عندكم مع ذرة، مع ذرة ومع أي شاي عندكم، ما شرط إلا شاي معين وشوية حليب. حليب إذا شوية حليب ما كثير، هذا تخلو قبل ما تنامون يظل بوجهكم تقريبا 10 دقائق، وبعدين تغسلوا وتدهنوا بزيت الزيتون. هذا الشاي. وعندي بخار حمامي البارحة، ذولا كلهم جبتهم من الصالون، وهم بوتيتو تعملوها مثل شرايح 4، وبعدين تفرغوا بماي ومع شيء اللي تحبون تور الريحة، شاي أي شيء عندكم بريحته طيب ممكن تستعملوها بس ما دارسين، وتخلوه بالسمو يفور 10 دقائق، وبعدين تخلوا الاسمو الماي اللي ما شوية يبرد وتمسحون وجهكم به. هذا الاسمو راح جبته ماي اسمو ما بتيتو، هذا نشا شوية حليب وشاي اي نوع شاي طبعا. هذا مع المساء اي نوع شاي اي نوع نشا عندكم انتو. وأنا أشكركم يا ربي، خليكم لي على اللايكات اللي تنطوني هوا، هذا نشا وشوية شاي وشوية حليب، هذا للمساء. أشكركم على اللايكات، ربي خليكم. بسم الله. هسه هذا اللي سويته نشا، هذا مع الرز يعني عندي، وشاي اي نوع شاي عندكم انتو، ومع شوية حليب. هذا بس خليت شوية يجمل حتى اشوفكم، هو هذا يظل بالوجه 10 دقائق 15 دقيقة، بس هذا من اول اسمه بين عندكم. خلوها على الوجه، خلوها فرد 10 دقائق 15 دقيقة، كل شيء ما علي، لأن بس بيها شاي وبي حليب وبي نشا مع الرز. خلوها 5 دقائق هيجي يبرد زين، اللي ما شوية يجمد قصدي، وبعدين تغسلوها بماي دافي. هاي طبعا من أول تجربة، أول اسمو ما تسووها على الوجه تبين عندكم، ما مع الأسبوع أسبوعين هيجي، هاي كلها مع الشتاء.